اذا عودنا كان لكم مع الفائزين بالمركز الاول والمركز الثاني بفئه ما دون 10 سنوات. جيسن مبروك، طلعت انت مركز اول. ليش مبسوط انه طلعت بالمركز الاول؟ كثير. اليوم انه عم ترجع تلعب باسكت مع رفقاتك، خبرنا عن شعورك شوي اليوم. انا حسيت انه انا هلا رح ابقى اشجع رفقاتي، وانا كمان انبسطت انه طلعت الاول. اهلك شو قالوا لك لما طلعت الاول؟ هلا شو قالت لك امك؟ قالت لي برافو. بدك تهديها الميداليه لامك؟ اوكي. طيب بس تكبر شو بدك تعمل انت؟ خبرني. العب فوتبول او باسكت كمان. اذا قلت لك نقي بيناتهم شو بتنقي؟ فوتبول. فوتبول؟ ما بتحب الباسكت؟ ايه بس بعمل. ايه بس بتحب الفوتبول اكثر؟ ايه. طيب لالك جود لك. ثانك يو. ميرسي. بيدرو؟ والله عليك بالفوتبول هون. وين ما كان بيدرو سليم. شو بيدرو؟ زي ما قلت لي ما بتحب الباسكت كثير انت. بسم الله عليك عم بتنجم بالباسكت. عملت انت طلعت مركز ثاني اليوم، مين بحب هيك بالباسكت بلبنان؟ من لعيبة الباسكت اللبنانية؟ جيمي. جيمي سالم؟ شو بدك تقول لجيمي سالم؟ انه بس تكبر بدك تصير مثله؟ بدك تصير شوتر؟ بدك تلعب منيح؟ طيب اليوم انت حققت المركز الثاني، مبسوط انه طلعت مركز ثاني ومركز اول بالفوتبول. هلا اخذ معك ميداليتين على البيت، اسم الله عليك. وينك حاطط لنا ميداليات؟ بالبيت. وين؟ في محل محدد تحط فيه ميدالياتك؟ كم ميداليه صاروا؟ 2. هاي اول ميداليتين تاخذهم؟ شو مبسوط؟ قديش مبسوط خبرنا؟ كثير. كثير؟ شو بدك تقول لاهلك؟ ربحت بالباسكت والفوتبول. اسم الله عليك بطل. ثانك يو سو ماتش لك بيدرو، ثانك يو لك جيسون. عم توقف معكم لدقائق معدوده قبل انطلاق في ايد الاندرتون.